يسعد اوقاتكم مشاهدينا. من جديد وصلنا لفقرتنا الاسبوعيه، شكرا صديق. برنار أونري صحفي فرنسي يدعم الثورة السورية بمدوناته الخاصة، وشارك بالمظاهرات اللي يقيمها السوريون في فرنسا ويعمل من خلال مدوناته على نفي الأكاذيب التي تشاع عن الثورة السورية. خلونا نشوف مع بعض هذا التقرير. اسمي برنار أونري بيكارولي وهو اسم فرنسي إيطالي، حيث أنني أحمل الجنسيتين معا من طرف والدي. عمري 47 عاما، لدي إعاقة وأعمل مساعدا قانونيا في مكتب محاماة بباريس. أنا صحفي بالتدريب ولدي 3 مدونات نصية وفيديو ومختلطة، وجميعها تهتم بالشأن السوري إلى حد كبير. أعمل في مجال حقوق الإنسان، وكذلك أنا عضو في منظمة أمنستي انترناشونال. أول مشاركة لي في مظاهرات السوريين كانت في ديسمبر عام 2011 ضمن منظمة أمنستي انترناشونال، ولا زالت مشاركاتي مستمرة سواء بشكل فردي أو مع هذه المنظمة التي أعمل بها. ألتقط خلال المظاهرات صورا وفيديوهات أقوم بنشرها على مدوناتي وعلى صفحاتي في شبكات التواصل الاجتماعي، إذ أنني أدركت شيئا وهو بأن الكثير من الأكاذيب تشاع عن الثورة السورية منذ انطلاقها، لا سيما من قبل النظام وأنصاره، وذلك بخلاف ثورتي تونس ومصر. الكثير من الفرنسيين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، وهؤلاء هم أشخاص عاديون وليسوا من أصحاب القرار، يشاهدون نشرات الأخبار، وبأن تلك الأكاذيب عن الثورة لن تتكرر لأنها قيلت بما فيه الكفاية. يرتكز عملي الحالي على المدونات الثلاث، ويتم مشاركة المحتوى على مدونات أخرى وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في نفس الوقت. الهدف من الفيديوهات والمقابلات التي أعدها هو إعطاء فرصة للآخرين ممن لا يتكلمون على الإعلام التقليدي، وذلك بهدف سماع آرائهم وسماع رواية أخرى مختلفة عن الروايات التي يراد لنا أن نصدقها، وكذلك التبيان للناس بأن هذه الثورة تحارب طغيان وديكتاتورية الأسد. دعمت سابقا ثورتي تونس ومصر وثورات العالم العربي، لكن هناك نوع من الخصوصية بالنسبة للثورة السورية. في عام 2004 وخلال عملي مع منظمة أمنستي انترناشونال، مر أمام ناظري الكثير من أسماء المعارضين المضطهدين، كان ذلك في حقبة تشكيل إعلان دمشق، وبدأت حينها بتعريف الناس بما يحصل في سوريا، وأن بشار الأسد الرئيس الواعد كما يقال لنا لم يكن على الإطلاق بأفضل من أبيه. كانت فرحتي كبيرة عندما التقيت بعض الأشخاص بعد وصولهم إلى باريس ممن كنت أعمل معهم كأنور البني وفيدا حوراني، فالعلاقات الشخصية التي نسجتها مع السوريين خلال الثورة أصبحت بالنسبة لي جزءا لا يتجزأ من حاضري وتاريخي وكينونتي. منذ عدة سنوات ساعدت لاجئين سوريين في إعداد ملفاتهم التي تقدم إلى مكتب اللجوء، والذي يقوم بدوره بدراسة هذه الملفات. Le meilleur moment certainement c'était quand avec une organisation gouvernementale. اجمل اللحظات هو عندما كنت اعمل مع منظمة اخرى غير منظمة امنيستي انترناشونال. استطعنا مساعدة سوريين كانوا لاجئين في دول من الشرق الاوسط، احدهم كان في لبنان واخران في الاردن، وبعد تواصلنا مع السفارات الفرنسية في كل من بيروت وعمان استطاعوا القدوم الى فرنسا. الفنانة ميسكاف هي أكثر من أثر بي، هي من تكلمت عنها قبل قليل، واستطعنا مساعدتها بالخروج من الأردن مع شابة سورية أخرى.
كنت أعلم بأنها فنانة معروفة في سوريا وفي العالم العربي، رغم أنني لم أشاهد لها أي فيلم لكوني لا أفهم العربية. إنها إنسانة صادقة ومتواضعة لدرجة أنني أرى فيها رمزا للثورة السورية، كما كانت ماريان رمز الثورة الفرنسية. بدنا نشكر فعلا كل أصدقاء السوريين في كل دول اللجوء اللي عم يقدموا لهم المساعدات وعم يدعموهم بكل مشاريعهم. كل مين حمل قضيتهم وكان بالفعل واقف معهم ضد اللي شفناهم، نحن حكينا عنها حتى من فترة، صحيح. اللي هن موالين النظام اللي هنيك واللي كانوا عم يحبطوهم حتى يحبطوا مسيرتهم، وكانوا ضد حتى الفكرة اللي حملوها وعم طالبوا فيها بالحرية. مشاهدينا خلونا هلأ ننتقل لفقرة روزناما ونشوف الفعاليات اللي عم بيقوم فيها السوريين واللي ممكن أن تهمكم. مشاهدينا آخر المستجدات في السوشيال ميديا بحكي ميديا، ولكن بعد الفاصل.